وبعديها بأيام أمي ماتت. دخلت سامية مراتي عشان تنده لها تتغدى، لقيتها ميتة وعلى وشها فزع وخوف. وبعد كده كانت ليلى تصحى مبزوعة وتصرخ، وحياتنا اتقلبت بنكد. وفي يوم جت مراتي جنبي وانا قاعد على السرير في اوضتي، وقالت: عبد الله يا اخويا، الست منى جارتنا جايبه عريس لليلى، عريس غني ومستوظف كبير في الحكومه. قلت: وماله؟ يمكن علاجها وخروجها من الحاله اللي هي فيها الجواز. ادخلي يا ليلى، قدمي العصير لعريسك. ويا ريتها ما دخلت، يا ريتها رمت الصينيه من ايديها ومسكت في الجدع قدام اهله وقعدت تصرخ: هو ده هو ده هو ده. قلت بزعيق: هو مين وايه اللي انت بتعمليه ده؟ كفايه، حرام عليكي اللي بتعمليه في نفسك وفينا، حرام. ام العريس قالت: هي دي اللي جايه تخطبها؟ ها، يلا يا اخويا، يلا يا عم. ومشيوا وانا في نص هدومي، سبت مراتي ودخلت الأوضة وهي بتبكي بعرقة على نصيبنا في بنتنا. وبعديها الدنيا ظلمت وقعدت أنده، لقيت نفسي لوحدي وأشباح لقيتها ظهرت قدامي ومسكت فيا.